اهلا بكم مشاهدينا في شباب توك، جوله اخرى جديده من الحوارات والمناقشات، البرنامج الذي ياتيكم بالتعاون بين شبكه تلفزيون الحياه وقناه دي دبليو الالمانيه. من القاهره انا شريف بركات، انقلكم وضيوفي في نقاش بشان الاستحقاقات الانتخابيه والاستفتاء، ده بعد الانتهاء من مشروع الدستور الجديد، حيث تبدا كافه القوى السياسيه في الاعلان عن مواقفها من دعم الدستور وتاييده لدى المواطنين في الشارع المصري ممن لهم حق الانتخاب. من أبرز وأهم القوى السياسية التي تدعم مشروع الدستور والتصويت في الاستفتاء عليه وأيضا استكمال مراحل خارطة الطريق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية الأحزاب المدنية بشكل عام وتحالفاتها القائمة، وهو الذي يطرح تساؤل هام حول قدرة وشعبية هذه الأحزاب في ملء الفراغ بعد سقوط شعبية الإخوان في الشارع السياسي وفي المنافسة مع تيار الإسلام السياسي خلال المرحلة القادمة. للنقاش حول هذا التساؤل ومستقبل الأحزاب المدنية خلال فترة استكمال المرحلة الانتقالية، بيسعدني أن يكون معنا اليوم في القاهرة الأستاذة مي وهبة، عضو المكتب السياسي لحملة التمرد ولحركة التمرد. برحب بيك معنا في شباب توك، وأيضا الأستاذ أحمد عبد ربو، عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة الديمقراطية، برحب بيك. وأيضا من ألمانيا سوفيان فيليب ناصر، الصحفي والباحث الألماني بالقاهرة، برحب بيك معانا في شباب توك. أهلا بيكم جميعا. مية، هبدأ من عندك، أنتم كحركة تمرد إزاي بتحسبوا خطواتكم القادمة؟ عندك استفتاءات، عندك انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية، الخطة العامة. إحنا عندنا خارطة الطريق إحنا ملتزمين بيها، بتبدأ بالدستور. الدستور كان عندنا في لجنه الخمسين عضوين من حركه التمرد، هم محمد عبد العزيز ومحمود بدر داخل لجنه الخمسين، وانا يعني حركه عموما تبعت نشاطهم داخل الحمله، داخل قصدي اللجنه، وعملهم داخل لجنه الخمسين، واحنا يعني بنشهد كحركه تمرد ان هم فعلا اشتغلوا داخل لجنه الخمسين يعني بما يملي عليهم تملي عليهم ضمائرهم ومبادئهم. خرجنا بدستور انكتب، واحنا شفنا المسوده النهائيه بتاعته تم تسليمها لرئيس الجمهوريه، واحنا طبعا طلعنا عليها، كنا بنطلع على المواد بتاعتها بتعديلاتها اول باول. ده بيخلينا ان احنا نقول نعم للدستور، واحنا موافقين 100% على هذا الدستور، وشايفين هو افضل دستور جاء لمصر على يعني في مصر على الاطلاق من سنه 23 حتى الان. لانه هينفصل لايه من وجهه نظرك؟ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، نظام الحكم فيه نظام مختلف تماما، هو النظام الرئاسي شبه رئاسي مختلط، ده بيحفظ التوازن بين رئيس الجمهورية وبين مجلس الشعب، ما يخليش السلطات كلها متركزة في يد الحاكم. ده غير ان تشكيل الحكومه بعد كده مش هيكون يعني فقط من خلال رئيس الجمهوريه، لا ده بموافقه مجلس الشعب ايضا، يعني في سلطات يعني مشتركه بين الجانبين. هذا يعني بيدي ايضا قوه لمجلس الشعب القادم او مجالس الشعب القادمه فيما بعد، ان هي فعلا تكون اصوات معبره عن الناس، وان هي تكون مجلس شعب قوي ليه يد عليا وليه سلطه وليه صوت عالي بيؤخذ به. زائد اتكلمنا عن طبعا اطلاق الحريات العامه، زي حريه التظاهر والاعتصام السلمي دون ان السلمي، وده بين قوسين. غير كده العداله الاجتماعيه، تطبيق مبدا العداله الاجتماعيه عن طريق اولا اللي هو الضرائب التصاعديه، دي ما بتخليش ان يعني الغني يتمادى ان هو يعني تاخذ منه الضرائب التصاعديه. دي هيبقى فيها كلام يا مي، لان في بعض الاراء الاقتصاديه بتقول ما كانش مفترض ان ده يبقى موجود في الدستور، لان ربما يحدث اي اختلاف واي شكل من اشكال النظام السياسي القائم فيتم تعديل الموضوع، وده هيخلي الدستور عرضه للتعديل. بس مش ده موضوعي دلوقتي التفصيل فيه، موضوعي انتوا هتدفعوا الناس ان هم يروحوا يصوتوا بنعم للدستور. هتدفعوا الناس ان هم يروحوا يصوتوا بنعم للدستور. عندنا حمله دلوقتي اطلقناها نعم للدستور، احنا شايفين ان نعم للدستور يعني نعم ل 25 يناير ونعم ل 30 يونيو. احنا اللي شايفينه دلوقتي ان جماعه الاخوان تشوفي ان الدستور المصري 2013 هو استفتاء على 30 يونيو واستفتاء على ثورة 25 يناير؟ بالفعل هو استفتاء على 25 و30 يونيو. الناس اللي نزلت في 30 يونيو
وجماعه الاخوان المسلمين حاولت ان هي يعني تقول لقدام العالم كله ان دي مش ثوره وان ده انقلاب، وتقول يعني تجاهلت الملايين اللي نزلوا الشوارع اللي قالوا احنا عايزين بنرفض هذا الحكم الفاشي المستبد الحكم الديني اللي هو جماعه الاخوان المسلمين. زي ما هزمناهم في الشارع لازم نهزمهم برضه في الصناديق. فنعم للدستور، يعني نعم ل 30 يونيو ونعم ل 25 يناير. المفروض الدستور ده اصلا اللي احنا حصلنا عليه دلوقتي يبقى هو الدستور اللي كنا المفروض نحصل عليه وكان ينكتب بعد 25 يناير، لكن اللي حصل ان تم سرقه الثوره بعد 25 يناير وراحت في جانب جماعه الاخوان المسلمين وطلعت لنا بدستور اللي هو دستور 2012 اللي هو دستور الاخوان اللي هو مش معبر عن الشعب المصري. تم اسقاط هذا الدستور وتم اسقاط هذا الحكم بالكامل عن طريق الشعب المصري اللي نزل في 30 يونيو بيرفض هذا الحكم استكمالا لصوره في 30 يونيو، يبقى نعم للدستور. وصلت فكرتك كامله. احمد، انتم في حزب الجبهه الديمقراطيه، قراركم ايه فيما يتعلق بالدستور وايه الخطه بتاعتكم المستقبليه؟ شوف، حزب الجبهه الديمقراطيه هو جزء من تحالف اوسع للاحزاب المدنيه في مصر او لمعظم الاحزاب المدنيه الرئيسيه في جبهه الانقاذ، واحنا اعضاء في جبهه الانقاذ. الموقف بيتاخد بالاجماع دلوقتي جوه جبهه الانقاذ. الموقف حقيقه بعد قراءه مسوده الدستور وبعد المشاركه حتى في صياغتها وفي مناقشتها على مدار الفتره الاخيره، لانه كان في ممثلين لعدد من القوى المدنيه داخل صحيح اللجنه دي، الموقف انه نعم للدستور، نعم للدستور. بس الحقيقه انا شويه ما بحبش ادفع الناس بخطابات عاطفيه لا علاقه بالثوره بتاع نعم للدستور، لانه هنشرح للناس مواد الدستور. احنا عايزين الناس تقرا مواد الدستور وتقتنع. عندكم وقت كافي انكم تشرحوا للناس. احنا مجهزين حمله من قبل الانتهاء من صياغه الدستور. الحمله دي اذا كان الدستور جيد فهنشرحه للناس، اذا كان سيء فهنشرحه للناس على اساس المسوده النهائيه كان هيبقى قرارنا بنعم او لا. كنا محضرين الحمله دي فيها اعضاء مشتركين من كل الاحزاب ديت سواء على المستوى الاعلامي او على المستوى الجماهيري والشعبي. امتى تبدا الحمله؟ الحمله دي هتبدا بمجرد انه رئيس الجمهوريه يعلن الاستفتاء، يعلن موعد الاستفتاء، لانه ما زلنا في مرحله هو هيحصل حوار مجتمعي ونقاش حول المسوده النهائيه قبل طرحها للاستفتاء، ولا هيتم طرحها للاستفتاء مباشره، وده ممكن يبقى خلال اسبوعين او ثلاثه او شهر زي ما رئيس اللجنه المشرفه على الانتخابات قال هناخد شهر. لكن القصه اللي لها علاقه بالخطاب العاطفي، في 19 مارس في 2011 كان التصويت على نعم ولا لا ودخول الجنه من عدمه. في 2012 بالدستور العجله تدور، وهذا في 2012 بالدستور العجله تدور. في كمان كلام تاني بيشبهه النهارده بيبقى موجود بالظبط. انا عايز ابعد عن الخطاب العاطفي، انا عايز المصريين يصوتوا على دستورهم اللي هيعبر عنهم او مش هيعبر عنهم، هم اللي هيختاروا. انا اذا كنت داعم لانه عندي وجهه بعض نظر. الناس بتشوف احمد ان الناس هتصوت على الدستور مبدا، بمعنى ان انا هصوت على الدستور بنعم لاني مقتنع ب 30 يونيو ب 25 يناير، ولن اصوت على الدستور لاني من ضمن جماعه الاخوان او مناصرين جماعه الاخوان حتى ولو هذا الدستور هو الافضل. بتوافق على هذا المنظور ولا لا؟ هناك ضروره للتصويت بنعم، هناك ضروره شعب مصري يراها، لانه في هنمشي في خريطه الطريق الموجوده وهنروح لانتخابات رئاسيه وهنقفل المرحله الانتقاليه ونقفل الباب تماما على الكلام الفارغ اللي بيروجوه في الاعلام سواء المحلي او الدولي اللي بيشتغل لحسابهم او يعني بفلوس بيدفعوها جماعه الاخوان وبنفوذ في التنظيم الدولي. حابه عايزه اضيف نقطه بس ماشي تعقيب، يعني ان هو الموقفين مختلفين تماما، يعني كان دستور العجله تدور في 2012 ودلوقتي في كلام شبيه، لا الموقفين مختلفين على الاطلاق. كان الدستور ب 2012 كان اخواني صرف، ما كانش بيعبر عن راي الشارع خالص، ما بيعبرش عن الشعب المصري بكل الوانه واطيافه على الاطلاق. انما الدستور دلوقتي بناء على قناعتنا احنا قرينا الدستور كويس وقرينا المواد ومقتنعين بيها، واثناء تعديل المواد وعمل لجنه الخمسين كان لنا راينا، فاحنا بنينا موقفنا ده على اساس المواد الفعل الموجوده في الدستور. احنا مش هنقول الناس قولوا نعم علشان بس فقط 25 و30 لا مش ناحيه عاطفيه، مش عاطفيه على الاطلاق. احنا مش هنغش الناس ولا هنضلهم. الدستور فعلا بيكفل حريه وعداله اجتماعيه وبيكفل يعني كل حقوق المواطن من 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 تامين صحي، من تعليم، يعني الدستور ده فعلا احنا عن قناعتنا احنا مؤمنين بكل ماده فيه صدرت موجوده فيه، مش مجرد ان هي بس دعوه عاطفيه للناس زي ما هو يعني في ناس في وجهه نظر كانت طالعه على الفيسبوك بتقول لك زي ما كان بيحصل قبل كده دلوقتي بيحصل. قبل كده بنقول نعم عشان الاسلام، دلوقتي احنا بنقول نعم علشان 30. لا الموقف مختلف تماما، ان الدستور الموجود دلوقتي دستور محترم. شوف وانا بس احنا متفقين على انه الدستور دستور جيد واحنا هننزل نصوت عليه بنعم، متفقين على انه شمل اكبر عدد ممكن من الناس في مصر او بيمثلوا اكبر عدد من القوى الرئيسيه في المجتمع ومثلوهم بشكل حقيقي. الاختلاف كان على صياغه
التسويق الاعلاني او التسويق السياسي للدستور. انا ضد التسويق بفكره نعم ل 30 يونيو، انا مع التسويق لدستور جيد فعلا. فخلاص نقول للناس، واذا كان حتى عندنا تحفظات على بعض المواد نقول للناس في تحفظات. اذا كان عندنا راي انه ضروره لاستكمال خريطه الطريق وانهاء حاله الحاله الفوضويه اللي حاصله في مصر هنقول ده كمان في راينا، لكن هنستند بشكل رئيسي لمواد الدستور اللي بتعبر عن الناس دي. تمام، وصلتني الصورة. صوفيا، أنا عندي سؤال يتعلق بالدستور المصري. أنت من وجهة نظرك هل سوف يصوت المصريون بنعم للدستور بنسبة كبيرة تتخطى النسبة اللي فاتت في دستور 2012 اللي تم وضعه من قبل جماعة الإخوان ومناصريهم، ولا أنت شايف أن المشهد ربما يحمل مفاجآت أخرى غير متوقعة؟ Two points are quite important, I guess. One حتى أحدد هذه الجزئية تحديدا. أنتم الآن تقومون بالتحول من الدولة الدينية وأيضا للبدء التصويت على الدستور. هناك بعض المواد التي المواد تم حذفها من الدستور الماضي. الدستور الجديد يضمن العديد من الحقوق والحريات، خاصة أن هذا الدستور سيضمن قيام دولة مدنية في مصر. هذه هي النقطة الأولى والأهم. النقطة الثانية، تحدثنا عن خريطة الطريق من قبل وقد للمواصلة التحول الديمقراطي في مصر. هناك نقطة مهمة، لماذا الحكومة الانتقالية تقوم بتنفيذ خريطة الطريق التي تقول بأن الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية هي النقطة الأخيرة من النقطة الأخيرة من خريطة الطريق وليست النقطة الأولى، لأن اللجنتين التي ستقوم بصياغة القوانين الخاصة بهذه الانتخابات أيضا هذه النقطة مهمة جدا اللي ذكرها صوفيا. أنا عايز أسمع رأيكم فيها بالتحديد. أولا خليني أسمع رأيك فيما يتعلق الحكومة الانتقالية اللي قالت أن الجزء الأخير من خارطة الطريق هو الجزء المتعلق بالانتخابات الرئاسية. في بعض الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية وبعض الآراء النهاردة بنسمعها بتقول الانتخابات الرئاسية تسبق الانتخابات البرلمانية، وتركوا الأمر للمشرع اللي هو في الوقت ده رئيس الجمهورية حاليا، رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، قالوا هو يقرر ما مدى إمكانية أن يكون الرئاسية قبل البرلمانية. وفي أصوات النهاردة بتطلع بتقول خلي الرئاسية تيجي الأول، خلي الرمز يجي، خلي الشرعية، خلي الهدوء يا عم. أنت رأيك إيه؟ وكمان هسمع رأيك. هو طبعا في بعض وجهات نظر بتطالب بتعديل خريطة الطريق. إحنا شاركنا في كتابة خريطة الطريق دي، كان إنه دستور ثم انتخابات برلمانية ثم رئاسية، وإحنا كنا عايزين الدستور الأولاني، وده كان هدف واضح من 25 يناير إنه لازم يكون في دستور القاعدة الأساسية للتعامل بين السلطات، القاعدة الأساسية للتعامل بين الحاكم وبين الشعب لازم تبقى موجودة، ثم نتنقل استحقاقات متعلقة بتمثيل الناس بقى في البرلمان وتمثيل الناس من يمثلهم ومن ينتخبوه يكون رئيس جمهورية. اللي حاصل في الفترة الحالية وليه بعض الناس وأنا منهم الحقيقة بندعم فكرة إنه ننقل الانتخابات الرئاسية الأول، لأنه محتاجين ننهي المرحلة الانتقالية. آخر خط أو آخر خط مواجهة الحقيقة في الصراع اللي موجود ما بين من يدعون أنهم أنصار الشرعية وما بين أنصار الثورة وأنصار التغيير وأحداث تغيير حقيقي في مصر والتخلص من أزيال نظام الإخوان ونظام حتى مبارك، هو مرتبط بأنه نوصل لرئيس جمهورية. لما يكون في رئيس جمهورية يملي هذا المنصب أمام العالم، هو من سيتحدث كرئيس منتخب للبلاد أمام السوق الاقتصادي، هيكون في رئيس منتخب للبلاد، وده معناه أنه مصر هتخرج من أزمتها الاقتصادية أو هنبدأ على الطريق للخروج من الازمه الاقتصاديه ونقدر ندخل لمصر استثمارات وغيره. البرلمان هو مهمته رئيسيه، لكن مهمته في المرحله الحاليه مش اهم مرحله. انا اهم حاجه عندي انهي المرحله الانتقاليه بدستور واضح وبرئيس جمهوريه، وبعد كده البرلمان. لو في اولويه للبرلمان الاول كنا هندعم البرلمان الاول. مي، انت بتتفقي مع راي احمد ولا بتشوفي ان الدستور المصري وخارطه الطريق ينبغي ان تسير كما كان او كما التفت حولها كل القوى الوطنيه، دستور ثم برلمان ثم رئاسه؟ هو يبقى فيه طبعا يعني احترام للشعب المصري اللي نزل في 30 يونيو واحنا عرضنا عليه خريطه الطريق بعد في 3/7، اول اللي بتبدا بالدستور ثم البرلمان ثم الانتخابات الرئاسيه، ده اولا يعني بادئ زي بدء ده اول دي اول نقطه. النقطه احنا ملتزمين بخط الطريق كما بدات بالدستور ثم البرلمان ثم الرئاسه. اي اختلاف فيها ممكن يعني يخلي يعني في قلق عند الناس، طب ليه ده قبل ده؟
زائد النقطة ان احنا عايزين استقرار فنجيب الرئيس الاولى. الاحسن ان انا ببدأ يعني انا كده ماشية صح، انا ببني كده العمارة مظبوطة. البرلمان هو فعلا لازم يجي قبل رئيس الجمهورية. هل معنى لو طلع عقير الكلام اللي انت بتقوليه حملة تمرد وحركة تمرد هيكون ليها رد فعل سلبي؟ بناحيه من النقطه دي لا، ده احنا اعلنا ده، كان في اجتماع مع رئيس الجمهوريه المستشار عادل منصور اللي كان مع القوى السياسيه، وانا كنت ممثله حركه تمرد داخل هذا الاجتماع، وتم مناقشه تعديل خريطه الطريق، يعني اذا كان راي كل حزب او كل يعني قوى سياسيه موجوده رايها في اذا كان يتم اجراء هذا التعديل وان تكون الرئاسيه قبل البرلمان او تكون الرئاسيه مع البرلمان. كان الراي ان هو لا، احنا ملتزمين بخريطه الطريق زي ما هي اللي بتبدا بالبرلمان الاول ثم رئيس الجمهوريه، البرلمان ده الاصح. انا ما استعجلش، يعني انا في حاجه اسمها يعني ما استعجلش على الطبخه هتتحرق انا في الاخر. لا، انا ماشيه مظبوط، انا ماشيه بمسلسل بتسلسل زمني، ما ينفعش ان انا اغير فيه اللي هيحدث خلل في هذا التسلسل. فاحنا زي ما باكد ان احنا الدستور ثم البرلمان ثم رئاسة الجمهورية، وإحنا قطعنا شوط كبير يعني الدستور ده، وإن شاء الله وتم إعداده وإن شاء الله تأتي النتيجة بنعم، ثم بعد ذلك نبدأ في الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية. تمام صوفيا، أنا عايزة أنتقل بيك وأبدأ من عندك. إزاي بتشوف الأحزاب المدنية اللي موجودة حاليا في مصر؟ شايف أن هي قادرة على التفاعل مع الشارع في المرحلة القادمة، ولا مش شايف أن هي على نفس القوة ونفس القدر اللي كان عليه جماعة الإخوان وأنصارهم؟ بمعنى تاني هم مش هيقدروا أن هم يملوا الفراغ. أعتقد أن الأحزاب المدنية في مصر مهمة، هي قوة سياسية قوية، وبالطبع يمكنها أن تقوم بالمنافسة وقيادة البلاد، ولكن السؤال هنا بعد كل قوة سياسية هنا في مصر تتخذ مسارها، كل قوة سوف تحدد مصيرها، وبالتالي أنا أعتقد أن الأحزاب السياسية عليها أن تتعامل مع هذه المشكلة بشكل واضح فيما يتعلق بالفترة المقبلة على المدى الطويل، ومسألة تكوين التحالفات، وفي هذه في هذا الصدد وفي هذه المناقشات الحريات أمر مهم جدا، ولكن ما هي الحريات وأي أنواع الحريات؟ كريبلاني أنا أقول بأن الأحزاب المدنية لها دور كبير في هذا الأمر، فإن هناك سياسي ألماني في فترة التسعينات كانت سيدة وقالت بأن الحرية دائما هي حرية المعارضة السياسية. هذه نقطة مهمة جدا لابد من التركيز عليها. كيف ترى تفاعل الأحزاب المدنية الموجودة مع رجل الشارع البسيط؟ هذا من ناحية، من ناحية أخرى الناس اللي موجودة، الفقراء اللي موجودين في المناطق النائية والمناطق الريفية. هناك نقاط مهمة في هذه الجزئية، التعليم والصحة والرعاية الصحية. في السنوات الماضية تم تقليص الأموال المخصصة للرعاية الطبية وفي المناطق الريفية تحديدا، أيضا التعليم، وبالتالي فكان هذه جزئية كان الإخوان المسلمين لديهم الفرصة لفتح مدارس، توفير رعاية صحية بدون البحث عن تمويل لهذه الأنشطة، ربما لأن الإخوان المسلمين لديهم القدرة على تقديم بعض الخدمات التي لم تستطع الدولة تقديمها، وبالتالي هناك حاجة لضمان الرعاية الصحية والتعليم أن يتم تنظيمها من قبل الدولة، ليس فقط في المدن ولكن أيضا في المناطق الريفية. وصلت الصورة فيما يتعلق برأي سوفيان هنا، لكن أنا عايز أوضح النقطة بمفهوم أكثر تبسطا. في أزمة كان أنصار جماعة الإخوان وجماعة الإخوان كانوا بيوصلوا للفقراء في مصر بشكل أو بآخر عن طريق العمل لسنوات طويلة في الشارع المصري، كانوا قادرين يوصل لهم عن طريق الدين وعن طريق مساعدتهم على بعض الأمور اللي هم بالفعل في حاجة ليها، وبالتالي كان في ثقة فيهم. من ناحية أخرى كانوا بيدلهم أصواتهم هكذا بمنتهى البساطة. فيما يتعلق بالأحزاب المدنية هناك الكثير من الانتقادات التي كانت توجه ولا زالت للأحزاب المدنية اللي موجودة في مصر من
أيام الرئيس السابق مبارك وأيضا الرئيس المتهم حاليا والمعزول محمد مرسي، دور الأحزاب المدنية هو دور ضعيف جدا ومنتقد. ما الذي سوف يقدمونه للشارع المصري؟ هل سوف يستطيعون أن يقوموا بملء الفراغ؟ هو ده السؤال اللي أنا عايز أطرحه فيما يتعلق بالأحزاب المدنية، وأيضا فيما يتعلق بالحركات الثورية والائتلافات الثورية اللي قدرت أن هي تثبت تواجد ونجاح كبير في الشارع المصري. سياستها إيه في المرحلة القادمة؟ هبدأ من عندك أحمد. طيب، هو دور الاحزاب المدنيه في مصر كان طبعا ضعيف قبل يناير، لانه ما كانش في حاله سياسيه اصلا، يعني ما كانش في حاله، في تنافس بين الحزب الوطني وغيره. مصر كانت دوله الحزب الواحد ورجل الواحد. هو قاعد في السلطه 30 سنه، وفي اخر 5 سنين عمل انتخابات شكليه او انتخابات ديمقراطيه صحيح، لكن في النهايه كانت انتخابات شكليه. تمام. ما اتنقلناش لحاله سياسيه ديمقراطيه فيها حياه حزبيه موجوده. وبعدين بدات موجه، يعني الا بقى من رحم ربي، يعني حزب الجبهه الديمقراطيه موجود، كان حزب الغد موجود، كان في انقسام، حتى كان في حزب الوفد، وده حزب قديم، حزب التجمع، لكن مش ما كانوش بالقوه الكافيه، لانه ما كانش في حياه حزبيه حقيقيه في مصر. بعض منهم ناضل، بعض منهم خلاص يعني ماشي اموره مع النظام اللي كان موجود. بعد يناير ظهر عدد من احزاب كتير جدا، ده كان شيء صحي انه شباب الثوره وحتى الشباب في مصر كلها او جموع المصريين يدخلوا الحياه السياسيه، وده بيحصل بشكل طبيعي جدا. حتى في المانيا في 89 او في الستينات، في فترات الاحداث السياسيه لما يكون الموجه الثوريه او موجه الحراك في الشارع زياده، ده بيثري الحياه السياسيه والحياه الحزبيه، وبنشوفه في اوقات الصراعات، بنشوف الصراعات السياسيه اللي موجوده او اوقات الثورات او اوقات التغيير. حصل في المانيا، وحصل في المانيا في 89، وبعدين دلوقتي الحياه السياسيه في المانيا تقريبا شبه ميته، من حيث انه الشباب ما بينضموش لاحزاب. نفس القصه في مصر، مصر في حاله حراك، في حاله سيوله في الشارع، فهنشوف شباب كتير جدا بينضموا لاحزاب، والحياه السياسيه الحزبيه في مصر بتتبلور وبتوصل للقرى، بتوصل للنجوع، بتوصل للصعيد، بتوصل لمرسى مطروح، بتوصل لسينا، ده بيحصل، لكن لسه ما وصلش للدرجه الكفايه من النضج، لانه في طور التطور مش طور النضج وخلاص بقى وكل حاجه لطيفه، والنسبه الطبيعيه من الشعب بتمثل الحياه السياسيه، والنسبه الباقيه بتقوم بشغلها الطبيعي وما بتشتغلش سياسه، ده لسه ما وصلنا له. يعني انت عايز تقول لي ان الشباب بتنضم للاحزاب السياسيه، ولا الشباب بتشكل احزاب ثانيه جديده وما عندهاش ثقه في الاحزاب اللي كانت قائمه؟ على مدار السنوات الاخيره او 3 سنين الاخيره حصل لحاجتين. في شباب شكلوا احزاب، في شباب انضموا لاحزاب، في دخل الجبهه المصري الاحرار، المصر الديمقراطي، حتى في ناس راحت للوفد، في ناس دخلوا في تاسيس حزب الدستور مع الدكتور بلدعي. ممتاز. ولم ينجح فيهم حد بالقدر المطلوب في الشارع. اللي بيحصل في اطار البلوره، في اطار التطور، حصل دلوقتي موجه الاندماجات. مصر فيها اكتر من 70 حزب. ده بقى مش صح دلوقتي. فهنروح لمرحله ان الاحزاب السياسيه تندمج. في حزب الجبهه الديمقراطيه وحزب المصري الاحرار اكبر حزبين ليبراليين في مصر، وهم اعضاء في الليبراليه الدوليه، بقوا حزب واحد. هيعلنوا ده خلال ايام في مؤتمر صحفي، ان في حزب واحد للحزبين دول، واندمج معاهم حزبين تانيين صغيرين، فيبقى في 4 احزاب بقوا في حزب. والاندماج ده بيفيد الاحزاب المدنيه من وجهه نظرك؟ طبعا بيزيد من قوتها. اذا كان في عدد من الشخصيات العامه لهم جماهير هنا وهنا بيبقوا موجودين مع بعض، مكتب السياسي واحد، اذا كان لهم قواعد، القواعد بتنضم مع بعض، الشباب بينضموا مع بعض، المقرات اذا كان ده امكانياته الماديه، اللي عنده 20 مقر وده امكانياته 30 مقر، هيبقى حزب واحد عنده 50 مقر فبيغطي 50 منطقه في الجمهوريه. مش ممكن نلاقي صراعات وانقسامات ما بين احزاب جبهه الانقاذ بينهم وبين بعض على الدوائر؟ جبهه الانقاذ ده تحالف سياسي بين كل الناس المختلفه. الدمج مش هيحصل بين كل جبهه الانقاذ، الدمج هيحصل بين احزاب المشتركه في الايديولوجيه والتوجه الفكري، احزاب الليبراليه مع بعض، لاحزاب اليساريه مع بعض، لاحزاب اللي هي يسار الوسط او الليبراليه الاجتماعيه زي ما سموا نفسهم، يندمجوا مع بعض. هيظهر وهتبلور في مصر 3 أو 4 أحزاب كبيره، هيبقى الاختيار واضح للناس. اللي عايز يروح لاقتصاد سوق حر هيختار الاحزاب الليبراليه، اللي عايز يروح للاشتراكيه ويحن الى العهد الاشتراكي هيروح للاشتراكيه، تتوقع عايز يروح لتجربه جديده هيروح لتجربه جديده. تتوقع، وده النقطه الاخيره بالنسبه لك، تتوقع ان الناس هتنتخب الاحزاب المدنيه وهتروح تنتخب الاحزاب المدنيه في البرلمان المصري على اعتبار ان هم ضد الاخوان ومش عايزين نكرر التجربه تاني، ولا على اعتبار بالفعل ان انتوا عندكم فكر وبرنامج قادرين ان انتوا تحققوه على الارض؟ بالنسبه للناس بقى في حاله نضج، وبقى بيختاروا بناء على اختياراتهم وقناعاتهم، زي ما بقول لك هو عايز حزب ليبرالي ولا اشتراكي ولا ديني وسطي ولا حزب واخد الطريق الثالث، الديمقراطيه او الليبراليه الاجتماعيه او حتى الاشتراكيه الديمقراطيه. اي ناس بتتكلم عليهم؟ انا بتكلم عن الناخبين، جمهور الناخبين اللي فين؟
في كل حته في مصر، حتى في المناطق القرى والنجوع والاماكن اللي بتعتمد على العصبيات القبليه، هم هيفكروا في الليبراليه والاشتراكيه. مستوى الوعي عند المصريين زاد، لكن بنسب اقدر اقول ان في المدن اعلى من القرى، اعلى من النجوع والعزب في مستويات للنضج او الوعي السياسي. لكن في النهايه الناس بقى لها 3 سنين بتتفرج على كل الاراء. في بعض الناس على فكرة ملوا من الكل، رفضوا الكل. في ناس بعد ما جربوا مثلا إخوان قرروا ما يجربوهمش تاني، في ناس جربوا الإخوان وعايزين ينتخبوهم تاني، ما عندهمش مشكلة. لكن بقى في صراع فكري في المجتمع المصري، والناس بقى بتشوف. بالنسبة للأحزاب، هل الأحزاب نفسها بقى نضجت في أنها تطرح طرح للناس؟ تقديري أنه بعض الأحزاب نضجت وبقى عندها طرح سياسي في عدد من القضايا يقدروا يشكلوا حكومات. في بعض الأحزاب قدرت، وفي بعض الأحزاب لسه بتتطور. وتجربة الدمج اللي بتحصل دلوقتي في الأحزاب الليبرالية هي ضرورية، وضروري إن هي تشمل كل الأحزاب في مصر عشان نوصل لثلاث أو أربع أحزاب كبيرة الناس تقدر تنتخب منهم مين يمثل رغباته وطموحاته في المجتمع وفي إدارة الدولة. مي، بالنسبة لحملة تمرد وحركة تمرد، حركة خدت شعبية كبيرة جدا في مصر في الفترة الماضية، التف حولها الكثير من المصريين، أصبح لرموزها ولأعضائها والمفكرين فيها اللي قادوا الحملة، ويمكن معظمهم كمان مش بس النخبة بتاعتهم، أصبح ليهم شعبية كبيرة. الفكرة حملة تمرد إذا فكرت إن هي تدخل الانتخابات البرلمانية، هتدخل على أساس إن هي عندها فكر، عندها برامج سياسية تقدمها للناخب، عندها أهداف تحققها في البرلمان، ولا هتدخل معتمدة على شعبيتها باعتبارها كانت موجودة في الشارع وشبابها أصبحهم من نجوم العمل السياسي والثوري؟ لا، هو طبعا مش على أساس الشعبية بس، يعني ما فيش ناخب يعني بيرشح نفسه وبينزل مجلس الشعب وهو من غير برنامج. لا طبعا، لازم هيكون في برنامج، برنامج موحد لينا كلنا كحركة تمرد، ده على حسب بقى كل دايرة احنا نازلين فيها وعلى مستوى الجمهورية كلها، احنا نواب شعب مش نواب بس دوائر. مستقلين ولا تابعين لحزب؟ لا، مستقلين. احنا لا، احنا مقررين، يعني احنا ناقشنا ان احنا نتحول الى حزب اساسي، حركة تمرد تتحول الى حزب تمرد، لكن علشان احنا مش عايزين نتسرع قبل البرلمان، مش غايتنا بس ان احنا نوصل للبرلمان فاحنا نستعجل بسرعة ونعمل حزب عشان ندخل البرلمان، لا احنا ممكن ندخل مستقلين، لكن علشان احنا عايزين يوم لما نقول حزب يبقى حزب قوي. احنا لو كنا عملنا حزب قبل الانتخابات واحنا عندنا لسه بنعمل في الدستور، احنا يعني هنعمل حزب ضعيف، مجرد اختار ان احنا عملنا حزب وشكرا وناس مضت عليها وخلاص. لكن في كيان كامل يعني حزب كبير مش هيكون قبل البرلمان على الاطلاق، هيكون بعد البرلمان نقدر ان احنا نشكل حزب قوي. يعني وجودكم حاليا على وضعكم الحالي اقوى من وجودكم لما يبقى عندكم حزب؟ لا، انا ما بتكلمش في النقطه دي. انا بتكلم في نقطه ان احنا علشان يكون في حزب، اي حزب بقى اسمه تمرد او غير تمرد، الحزب ده لازم يكون ليه برنامج واضح، يكون عنده المقرات الكافيه في كل مكان، يعني عنده فكره، عنده ايديولوجيا محدده. علشان اقدر انا اعمل حزب كبير اخاطب بيه الناس واعرضه على الناس، ما يكونش في كام شهر، في شهرين ثلاثه ان انا اقدر اعمل فيهم الحزب ده، لا، ده هيحتاج وقت عشان اقدر اطلع بحزب قوي. اللي احنا شفناه بعد ثوره 25 يناير، مين اقوى حزب موجود في مصر؟ لا، ما فيش احزاب قويه حتى الان موجوده في مصر. وانا الراي على فكره مش ما فيش اختلاف بيني وبين راي احمد، هو بيتكلم عن المستقبل ان هو فيحصل اندباج بين مجموعه من الاحزاب، يحصل بعد كده ان يكون عندنا حزب قوي، لكن في الوضع القائم ما فيش احزاب قويه بعد 25. حزب النور السلفي، حزب النور السلفي ده قائم على اساس ديني وبيخاطب مجموعه معينه، ما بيخاطبش الشعب المصري بالكامل، بيخاطب الفئه اللي هي توجههم ديني او توجه سلفي، ما اقدرش اطلق عليه ان هو حزب قوي. الناس في الشارع، اغلبيه الشعب المصري، 33 مليون اللي نزلوا ضد الفاشيه الدينيه، ما كانوش على خلفيه بقى ان احنا دينيين واحنا سلفيين واحنا نازلين ضد، لا ده بالعكس، ده هم نزلوا ضد الناس اللي بيدعوا الدين، اللي هي جماعة الإخوان المسلمين، اللي هو أصلا برضو حزبها قايم مهما كان قال إنه مدني، لا هو حزب ديني برضو، حزب الإخوان. بعد 25 يناير أصبح عندنا أحزاب كتيرة جدا، منها حزب جماعة الإخوان المسلمين. مع يعني كان في كلام كبير على إن هو حزب قوي جدا، إن هو حزب الإخوان، لا بالعكس، ده لما الناس نزلت ضده. حزب الحرية والعدالة. حزب الحرية، أنا بقول حزب الإخوان. لما الناس نزلت ضده، لأنه كان حرية ولا كان عدالة،
لما الناس نزلت ضد جماعة الإخوان المسلمين ما كانت نزلت ضد الحزب ده. طب لما أنت بتقول لك حزب قوي 33 مليون درجون منين؟ لما النور ده حزب قوي طب 33 مليون درجون منين؟ تتوقعي النسبة الأكبر من تصويت الناخبين هتروح لمين؟ اعتقد ان الفتره اللي جايه او البرلمان اللي جاي هيكون متوازن، يعني مش هيبقى فيه حزب غالب على الاخر لان كل الاحزاب في مستوى واحد. احمد، دعوات الحزب مصر القويه كما سمعنا وفيما يتعلق ايضا بالتحالف لدعم الشرعيه، الدعوات لمقاطعه الاستفتاء والرهان على دخولهم للانتخابات البرلمانيه، شايف نتيجته هتكون ازاي في مواجهتكم انتم كاحزاب ليبراليه وكتوجه بشكل عام؟ شوف، حزب مصر الاول النهارده اعلن، مش اعلن مقاطعه، اعلن ان هو يروح يقول لا. في النهايه هو في عند زملائنا في اليسار وجهه نظر كده او نظريه الخنادق. في خنادق السياسه، في خندق يتفق فيه يحصل فيه تحالفات، كلنا نبقى في الخندق ده علشان احنا كلنا عايزين نوصل للنقطه دي. هو الاخوان ومصر الاوليه اللي هم الاخوان برضو، تحالف دعم الشرعيه اللي هو الاخوان برضو، ماشيين في نفس الطريق اللي هو ضد الدستور، وبيحاولوا باي طريقه يعطلوا خريطه الطريق اللي بنهايتها هتنتهي أكذوبة الشرعية اللي بيدعوه. فده خط وخليهم ماشيين فيه. حزب مصر الأوية هيقوم بجناح الإخوان اللي هيشارك في الاستفتاء عشان يقول لأ، وهيشارك في الانتخابات علشان ياخد أصوات الناس اللي هي منتمية فكريا لفكرة أنا بصوت لرجل الدين وخلاص. في ناس وفي ناس شايفة أنهم أصلح، حقهم في النهاية، لكن في النهاية مش هيحصل على نسبة كبيرة. ومن الاسباب دي حتى التذبذب اللي هو فيه، مش بس كراهيه الشعب المصري لهم بعد ما وصلوا للسلطه وفشلوا في اداره شؤون البلاد وارتكبوا عدد من الجرائم سواء على المستوى المحلي او على مستوى السياسه الخارجيه، لكن كمان حاله التذبذب ما بين احنا مجموعه مننا هتقاطع ومجموعه مننا هتقول لا. الشعب المصري فاهم كويس جدا من هو مصر القوي، الشعب المصري فاهم كويس جدا من هو عبد المنعم ابو الفتوح، الشعب المصري خلاص فكره الالعاب والخطاب العاطفي. انا حتى في جبهه الانقاذ مش عايز استخدم معاه خطاب عاطفي، انا عايز اقول له الدستور ده كويس انتخبه، المرشح ده عنده برنامج الفلاني واشرح لك البرنامج، انتخبه عشان يحقق لك هدفك، مش علشان هو مش اخوان او مش علشان هو احسن لمجرد ما شكله الطف. انا عايز انتخب على اساس برنامج علشان الحياه السياسيه تنضج، فيجي ناس مسؤوله وكفء في البرلمان، يجي شخص مسؤول وكفء في الرئاسه، وبالتالي يجي اشخاص مسؤولين وكفء في الحكومه يقدروا يحققوا طموحات الشعب ده، لانه الشعب ده كفايه قوي التعب اللي شافه سواء قبل الثوره او حتى مع طول مده الثوره. الناس بتعاني في مصر، محتاجه ناس تحللها مشاكلها وتقدم لها العون، مش تتاجر باحلامها وتخاطبها بخطاب عاطفي ايا ما كان، سواء كان معايا او ضدي. تعتقد ان العالم عندما يتابع خارطه الطريق المصريه هتفرق معاه فكره الانتخابات البرلمانيه قبل الرئاسيه او الرئاسيه قبل البرلمانيه؟ حقيقة هذا سؤال من الصعب للغاية الإجابة عليه، لأن هذا يعتمد على البيئة السياسية في مصر، هل هي هادئة؟ هذا سوف يؤثر مثلا الحصول على رئيس حاليا، لأننا نرى الآن الرئيس عدلي منصور هو يقوم ب الرئيس وأيضا في يده السلطة التشريعية، و هو يجمع بين المؤسستين، وبالتالي إذا كان هناك انتخابات رئاسية سيكون أولا هذا سيكون أسهل للنظام السياسي لإعادة تأسيس نظام جديد. السؤال التالي هو أن هناك عملية سياسية أم لا؟ وصلتنا الفكرة المتعلقة بسوفيان معانا، بس كمان في سؤال تاني، بتعتقد أن البرلمان المصري برلمان سوف يكون متوازن في تياراته ولا برلمان غير متوازن في تياراته وفي أفكاره؟ يعني هيكون نسبة غالبة المدني أكثر من التيار الإسلامي، أو التيار الإسلامي سوف يحقق مفاجأة ربما؟ لا أعتقد أن الأحزاب الإسلامية سيكون لديها القدرة كما كان عليه الحال في عام 2012، والسبب في ذلك هو أن ربما معظم الناس الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة لن يقوموا بالتصويت، وبالتالي الحزب النور السلفي هو أكثر تطرفا من الإخوان المسلمين، وبالتالي من اتخذوا القرار للتصويت للحرية والعدالة لن يذهبوا للتصويت، لأن هناك أحزاب قد تكون أشد تطرفا، يشعرون بأن هناك استغلال للتصويت واستغلال أصواتهم كما حدث مع مرسي، وظهر ذلك بعد عام
من الحكم. أنا أعتقد بأن الأحزاب الإسلامية لن تكسب في الانتخابات المقبلة لأن معظم من أيدوهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات وبالتالي ليس هناك أحزاب يدعمونها. فيما يتعلق بالسؤال عن المجتمع الدولي ونظرته لمصر فيما يتعلق بالاستحقاقات في خارطة الطريق برلمانية قبل الرئاسية أم رئاسية قبل البرلمانية، خصوصا أن خارطة الطريق تحدثت عن أن الرئاسية هي الخطوة الأخيرة، هو قال أن ده سؤال صعب بشكل كبير الإجابة عليه لأن المسألة متعلقة بالبنية السياسية اللي موجودة في مصر أو البيئة السياسية والحراك السياسي بشكل عام اللي موجود في مصر وكيفية التعامل معاه. هم بيتابعوا في المجتمع الدولي كل التطورات المتعلقة بهذا الأمر، ولكن من الصعب حسم إن كان المجتمع الدولي سوف يكون راضيا أو غير راضيا عن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية في هذا الوقت حتى يثبت عكس ده. أما فيما يتعلق بالأحزاب الدينية أو زي جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والمناصرين لهم، هو أكد أن هيكون وجودهم ضعيف جدا في الانتخابات البرلمانية من وجهة نظره، وشايف أن هم الناس فقدت الثقة فيهم، ده مجمل كلامه. أما فيما يتعلق بالتيار السلفي شايف أن هم أكثر تشددا من جماعة الإخوان في فكرهم. لكن على كل الأحوال أنا عندي سؤال ليك يا مي، أنت مقتنعة بتلتين فردي وتلت قايمة ولا ما عندكيش هذا الاقتناع؟ لا، احنا مع النظام الفردي، ندعم النظام الفردي لأن نظام القوائم أولا احنا ما عندناش أحزاب قوية تقدر تقود الانتخابات البرلمانية عن طريق القايمة، دي حاجة بأكدها. تاني حاجة إن القوائم يعني بسهولة ان هي ترجع جماعة الإخوان المسلمين وتخليهم يعني قوة داخل البرلمان. والفردي مش هيرجع سطوة رجال الأعمال وسطوة المال؟ ولا الفردي مش هيرجع سطوة رجال الأعمال ولا سطوة المال، والدليل ان احنا مجموعة من الشباب نازلين الانتخابات البرلمانية وكتير، وبندعم غيرنا من الشباب ان هم ينزلوا انتخابات البرلمانية. الشعب المصري اللي دعمنا قبل كده في 30/6 واللي بقى يجيب لنا استمارات تمرد ويودي ويجيبها لنا على المقرات بتاعتنا ويتبرعوا لنا بالمقرات بتاعتهم علشان نجمع فيها الورق وينزلوا هم بنفسهم، هو نفس الشعب اللي واقف برضو معانا واقف ورانا في انتخاباتنا في مجلس الشعب، وهم برضو اللي بيجيبوا لنا الله يجيبوا لنا المقرات بتاعتنا وهم اللي هيدعمونا برضو في الانتخابات. بس لو جه ناس سمعوك يقولوا دي إجابة عامة، احنا عايزين خطة وعايزين خطة إعلامية وإعلانية واضحة، مين اللي بيمول الحملة الانتخابية، كيف يتم تمويلها، ايه البرنامج بتاعك لو انت مرشحة نفسك، هتردي تقولي ايه؟ هقول ان احنا عندنا برنامج موحد حركة تمرد، دي اول نقطة. تاني نقطة بالنسبة للحملات الإعلامية، الحملة الإعلامية دي حاجة سهلة، احنا عندنا موقعنا على النت وعندنا صفحتنا على الفيسبوك، وده هيكون هتقوم يعني بدور يعني عندنا مركز، هيبقى مركز هنحولها الى مركز إعلامي، دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة لنقطة التمويل، نقطة التمويل زي ما قلت وبأكد ودي مش عامة ولا حاجة، مين اللي طبع 5 مليون نسخة مثلا واحنا قاعدين كده وحد اتصل بينا واحنا في احدى الفضائيات، واحد اتبرع لنا 3 مليون نسخة استمارة لتمرد، وبعده على طول واحد اتبرع لنا ب2 مليون استمارة، مين اللي عمل كده؟ مش الشعب، مش الناس، الناس العادية، انا متبرع بال2 مليون نسخة دول ليكم. طب يعني ايه المانع ان الناس تاني هي اللي بتدعمنا برضو دلوقتي؟ لانك بتسوقي الفكرة، انا بتسوقي لشخصك. وفي ناس لا مش لشخصي، انا لما انا بدخل مجلس الشعب مش علشان مي هي نازلة مجلس الشعب ولا عشان محمود ولا عشان محمد عبد العزيز، لا احنا نازلين عن الشعب، احنا عندنا فكرة وعندنا هدف وشايفين ان استكمال للثورة اللي بدأنا للشعب كله بدأ بيها والحفاظ عليها ان احنا عايزين نخدم الشعب تاني وننزل علشان زي ما شاركنا في كتابة الدستور عايزين برضو نشارك في البرلمان كمجموعة من الشباب، وده مش علشان احنا بأسامينا، لا ده علشان الشعب المصري كله وعلشان يعني علشان مصر نفسها. احمد، طيب هو انا ما بفصلش قانون علشان القوى المدنيه هي اللي تكسب والاخوان تخسر او العكس، تمام. فالدافع الاصلي عندي في الفرد او القائمه ما يكونش على اساس اصل الاخوان يكسبوا فيه. ومع ذلك اللي كسب في الفردي في المره اللي فاتت في 2012 كان الاخوان، في 2011 2012 الاخوان كسبوا اكتر من 80% من مقاعد الفردي،
دي ارقام انا مش تخيلات تزوير. ده لا بس في النهايه الارقام بالتزوير. الارقام بالتزوير. وبرده انا ما بفصلش برده قانون، ما هو برده نفس الكلام، مش هفصل برده قانون علشان انا عندي كام حزب ضعيف ما يقدرش ان هو ينزل المرشحين بتوعه فردي، عشان لو نزلوا فردي هيخسروا، لما لهمش ارضيه وكل واحد بقى يوريني نفسه بالفردي، انت ليك شعبيه طب وريني. بس ايه مفهوم التزوير؟ ايه مفهوم التزوير؟ لكن ثواني اكمل بس النقطه. لكن لو انا عندي حزب ضعيف وانا عايز اعمل له نظام القايمه عشان انجح المرشحين بتوعه، يبقى انا كده اللي بفصل القانون. ده صحيح. عشان ده صحيح. خاطر تمام. بس التزوير. مفهوم وعليه. التزوير ده بحكم ولا قصدك الرشوة؟ زيت ومية وسكر. الزيت والسكر دي حاجة. الزيت والسكر سمعي. الزيت والسكر دي حاجة. تاني حاجة ان كان في فعلا في بعض الدوائر تم اغلاقها، يعني في محاضر معمولة وتم ركنها على الرف، لو نقدر حضرتك تراجعها وتعمل سيرش على الفيسبوك تقدر تراجعها. ان في فعلا في محاضر حررت ضد جماعة الاخوان المسلمين اثناء وقت الانتخابات، لان فعلا حصل فيها تزوير داخل اللجنه او منع الناخبين ان هم يدخلوا، او كل ده كان بيحصل. اوكي احمد الاجابه الاخيره. طيب هو انا ضد التفصيل في كل الاحوال سواء للاحزاب او للفردي، بس وضد التفصيل حتى ضد جماعه الاخوان المسلمين، عايز نظام يسمع الناس. ليه انا بقى مع القايمه؟ مع القايمه 100% مش مع الفردي خالص. سبب بسيط جدا، لانه انا عايز اعمل برلمان بيعبر عن وجهات نظر سياسيه واطروحات على المستوى القومي، في الاقتصاد، في المشاكل الاجتماعيه، في البطاله، ولا عايز ناس تعبر عن دوائر ضيقه ومصالح ضيقه. هو طالع زي عضو مجلس المحلي بيعبر عن دايرته بس. عليه لما يكون في احزاب سياسيه او قوائم على مستوى الدوله. مفيش احزاب سياسيه قويه من وجهه نظر، حتى لو مش احزاب. في النهايه الفكره الرئيسيه انه يبقى في قوائم بتعبر عن مجموعه من الناس عندها رؤيه مشتركه حوالين الحل الاقتصادي لمصر، مشروع قومي لمصر، الحل السياسي لمصر، الاداره السياسيه والتنفيذيه لمصر كلها ايه. ده مش هيحصل من شخص بيعبر عن دايرته فقط. اللي بيعبر عن دايرته بيعمل برنامج انتخابي على قد الدايره. مصر محتاجه برلمان يعبر عن المصلحه العامه، ثم هذا البرلمان عليه انه يشكل حكومه. هيشكل حكومه من مجموعه من الافراد ازاي؟ لازم مجموعه من القوى تتحالف. اذا ما كانش فيهم حد كافي انه ياخد السلطه لوحده، فيبقى في تحالف من مجموعه من القوى عندها رؤى من المصلحه العامه. التحالف ده هيبني رؤيه اوسع للمصلحه العامه يشكلوا حكومه، والا في حاله الفردي هنوصل لبرلمان غير قادر على تشكيل حكومه، وهنرجع تاني ان رئيس الجمهوريه هو اللي هيشكل الحكومه، وبهذا تنتفي ماده من مواد الدستور اللي قالت ان احنا شبه رئاس. كده مش هيبقى شبه رئاس. كده الدستور هيبقى رئيس. مشاهدينا هو انا وقتي خلص، لكن على كل الاحوال ضيوفي اتفقوا على نعم للاستفتاء، لان الاستفتاء بنعم على الدستور هو في النهايه لمصلحه 30 يونيو و25 يناير، هو استفتاء على ثورة 30 يونيو و 25 يناير. اختلفوا فيما هو واضح قدام حضراتكم، وهناش ده في جولات تانية من شباب توك، على الاستحقاق الانتخابي البرلماني، هل يكون التلتين فردي والتلت للقوائم، او العكس التلتين قوائم والتلت للفردي. ده هنتكلم فيه بتفاصيل اكتر، لكن في كل الاحوال هم كلهم حماس ونشاط. شكرا لكم مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج شباب توك. تحياتي وفريق البرنامج، الى اللقاء.